طيب الدوري بقى النهارده اسوان تعادل مع غزل المحله 1-1، والجونه وصل انطلاقته مع الكابتن رضا شحاته اللي عامل تجربه هايله، كسب زعيم الثغر وسيد البلد 2-0. فالجونه ماشي بخطوات واثقه جدا وقويه، يكسب 2-0 الاتحاد، دي نتيجه جيده جدا لرضا شحاته. هو مش بس يكسب الاتحاد، هو دلوقتي ماشي كتف بكتف مع الاهلي والزمالك. يتصدر او يطلع ينزل الثالث يخش الثاني كتف بكتف. مش جون بجون، ده جون بجونه. لكن انا عايز اشير الى نقطه، وارجو ان كل مسؤولي الانديه بقى يعني خلاص عايزين ايه من الناحيه العمليه يؤكد لكم ان ممكن الوثوق في المدربين الصاعدين اللي ما بقوش صاعدين الحقيقه بحكم السن. حتى كابتن رضا شحاته الموسم الماضي كلما سنحت له الفرصه ان يكون مسؤولا عن جونه كان يحقق نتائج مبهره، ولكن نروح جايبين مدرب اجنبي ونرجع خلاص خلوه بقى وثبتوه حتى لا قدر الله اذا حدثت عثره، هو مش محتاج يثبت شيء بعد كده. تجربه كشري السنه اللي فاتت مع اسوان كانت تجربه رائعه، كنت اتمنى ان تستمر لانها متكرره، يعني ثاني مره يروح ويتالق. اتمنى الناس اللي زي دي. الشيشيني السنه دي مع اسوان، لا الشيشيني للاسف تجربه لم تكتمل. ماتشين وبعدين عطلت المكنه. والنهارده تعادل مع المحل. ما هو الشيشيني ما بقاش موجود دلوقتي. الاسوان نفسه الكابتن علاء عبد العال. ايوه اسوان تعادل بقى اسوان. بس هو اظن في المحله ولا كان في المحله، يعني النتيجه تعتبر مقبوله. المحله معاه خالد عيد واحد من ولادها. انا يعني بتمنى ان الناس دي تستمر وتنجح وتحقق نجاحات.